لكن هنا في المقابل اما تشوف التصنيف، معرفش احنا عندنا التصنيف يا شباب، ال 12 انا هبعته لكم اهو. هبعته لكم حالا حالا بالا، لان انا عايز اتكلم عليه عشان اوجه رساله للاعيبه الزمالك، لانه الزمالك نادي كبير ونادي ليه مكانته ولا يليق ابدا. بعته لكم يا شباب، ولا يليق ابدا ان نادي الزمالك تخيله في المركز ال 12 في التصنيف الافريقي. والكلام ده موجه للاداره وللعيبه، ومكان غير لائق طبعا. الاداره اللي موجوده دلوقتي مالهاش ذنب، وانا فاهم ده. ده التصنيف قدامنا اهو على الشاشه، هقوله لكم. ده الاهلي في المركز الاول، الوداد الثاني، سان داونز الثالث، الترجي الرابع، شباب بوليسداد الخامس، اتلتيكو مدريد السادس، سيمبا التنزاني السابع، الرجاء المغربي الثامن، الهلال السوداني التاسع، حوريا كوناكري الغيني العاشر، كايزر تشيفز الجنوب افريقي ال 11، ثم الزمالك في المركز ال 12. انا قلت اتلتيكو مدريد، بترو اتلتيكو، اتلتيكو مدريد ايه؟ والله قلت اتلتيكو مدريد، هو يتمحك فينا اتلتيكو مدريد؟ بترو اتلتيكو. حلو، ابعت لكم حاجه يا شباب برضو. ده ال 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 التصنيف بتاع الفيفا. فالاهلي مصنف اول، وانفانتينو بيهنيه بكاس العالم 2025 خلاص كده، وبطل السنه الجايه البطوله اللي احنا فيها 2024، بس دوري ابطال افريقيا فقط هو اللي هيشارك. والتصنيف، النقاط اللي بتتاخد عشان تضاف على التصنيف ده في اخر 2024 عشان يختاروا النادي، خلاص في اتنين ضمن المشاركه، الاهلي والوداد. خلاص الاهلي كسب الثلاث بطولات اللي فاتت اتنين، والوداد كسب واحده. اذا حد تالت خالص كسب السنه دي، وده الفريق التالت اللي هيشارك، يبقى اختاروا رابع اقرب مصنف. مين اقرب مصنف وفق التصنيف اللي قدامي ده؟ سان داونز، لان الاهلي الاول، الوداد الثاني، وسان داونز الثالث. يبقى سان داونز هيتاهل وفق التصنيف اللي قدامنا ده، يبقى هو اللي هيخش معاهم لو ما كسبش البطوله دي. طب افرض كسب البطوله دي ومصنف كبطل للبطوله دي، يخش من الترجي، هو الاقرب اهو 75 نقطه مثلا، مع استمرار طبعا، لانه بياخد ثلاث نقاط في كل ماتش بيكسبه في دوري المجموعات السنه دي، وبعد كده الدوره الاقصائيه كل ماتش ثلاث نقاط والكلام ده. لكن مهما الزمالك فين، 28 نقطه في المركز ال 12، والزمالك كمان مش مشارك في دوري ابطال افريقيا، فمش هياخد نقاط. فالزمالك تاكد انه مش هيشارك. طيب انا رسالتي للاعيبه وللاداره، الاداره مالهاش ذنب. يعني هذا التراجع في التصنيف، الاداره دي للامانه برضه كابتن حسين لبيب ومجلسه لا ذنب لهم، لكن عليهم مسؤوليه ضخمه، لان مش دي المكانه بتاعت نادي الزمالك ابدا، ولا ده الترتيب اللي يليق بنادي الزمالك. نادي الزمالك اكتر من كده بكتير، يعني قبليه بترو اتلتيكو وحريه كناكري والهلال السوداني وكايزر تشيفز وشباب بوليسداد، الزمالك اكبر من الانديه دي بكتير. مسؤوليه لازم لعيبه الزمالك تفهم ان انت من السنه دي لازم، خلال تقول كده تارجت، خلال سنتين ثلاثه لازم ارجع اتحط في الترتيب بتاع افريقيا من اول ثلاثه اربعه على الاقل. لازم يبقى ده هدف. ما يصحش في الزمالك كده. ولغايه النهارده اسمع ناس تقول لي اصل الاداره اللي فاتت، والاداره اللي فاتت، واصل دول حصلت خناقه ما اعرفش بين اعضاء، فين ايام الاداره؟ الناس طبعا بتتزق، ناس تقول كده. يا راجل ده كل البهدله اللي فيها نادي الزمالك دي من الاداره اللي فاتت. قاري خبر النهارده ان بالحج الفيفا هيحكم له بمليون و400 الف جنيه، مش دولار الحقيقه يعني، عشان ليه فلوس عند نادي الزمالك. الحاج اللي كان امبارح لسه ماشي من الزمالك بعت للفيفا هياخد مستحقاته، في قرار هيصدره اللي هو هداف الدوري النهارده، ما
عملش حاجه لما كان في الزمالك. واول امبارح سامسونج نسمع رواه $50,000 وابو طيب في السكه وباتشيكو ومساعدين فيريرا ومعرفش مين وغير شيكابالا واشيم بونجو وحتى الواد ناداي. مش دي الاداره اللي فاتت؟ وبعدين معرفش بيغيروا السيراميك وبيحطوا انترلوك في النادي وريني كده الصور كده. فناس قال ايه، ناس بقى تقعد تبعت للميديا شفتوا البهدله اللي فيها نادي، اين والاهدار والبتنجان. وفي حد في الدنيا كان بيعمل ارضيات سيراميك؟ احنا نهزر نضحك على بعض؟ ما الكلام ده بنقوله بقالنا 10 سنين انه ما ينفعش. هو لسه في حد ممكن يفكر ان العهد اللي فات حد ممكن يرجع منه النادي الزمالك تاني؟ سيبك من كل، ماليش علاقه بالانشاءات والكلام ده، ما يهمنيش وما يهمش الجمهور، ماليش دعوه. لكن بتكلم حتى على مكانه الزمالك، هي دي مكانه الزمالك؟ ال 12 ما يلقش. لازم يبقى تارجت للاداره وللعيبه ان خلال سنتين ثلاثه لازم نرجع نزاحم دي المكانة. الأهلي لما خد لقب نادي القرن الثاني كان الزمالك فرق 4 نقط، وده حتى التصنيف ده بالنقاط مش بالبطولات اهو اللي معمول اهو بتاع الفيفا ده، بس كان الثاني الزمالك. هل ينفع الزمالك يبقى 12؟ لا. ده مكان؟ لا. عهده خلص؟ اه. بس لازم الناس تبقى عندها تارجت، اي لعيب يجي نادي الزمالك لازم يبقى لائق بنادي الزمالك، يا ما يجيش. النادي يتبني صح. احمد فتوح جدد، وده خبر فني مهم جدا. الناس بقى تختلف وتتفق اخلاقيا، مبادئ، اصله كان ساب المعسكر، وازاي النادي يقول هبيع ويرجع تاني ما يبيعش، ويرجعوا في كلامه وما يصح، كل ده كلام اتاخد هات ودي فيه زي ما انت عايز. لكن كقيمه فنيه فتوح قيمة فنية عالية جدا، رغم ان وكيله بدأ يرمي كلام غريب ويقول احنا متفقين مع الإدارة ما يجيله عقد بره كويس يمشي. وكيله عمل تصريح كده فاجئني من النهاردة وامبارح. هو لسه الواد ماضي ما كملش 48 ساعة. انما سيبك من ده، انما استمرار فتوح مهم، ان زيزو يكمل مهم، بل جدد له عقده ينتهي السنة الجاية. ده انت جدد له دلوقتي. امال هتبني على مين؟ امال الاهلي الزمالك يرجع تاني يبقى ازاي من اهم 3-4 انديه في افريقيا، ويبقى وصوله للسيمي فاينل في دوري ابطال افريقيا ده العادي. اوصل سيمي فاينل بعد كده خلاص بيتساوى الاربع، تاخد البطوله ما تاخدهاش ده بقى اقدار ربنا. بس انك تخش دوري ابطال افريقيا وتعدي دوري المجموعات وتعدي دور الثمانيه ده العادي. وعمر الزمالك ما هيبقى كده الا لما يبقى عنده اللعيبه ويحافظ على لعيبه النجوم الكبار، ويبقى عنده فرقه فعلا تستطيع المنافسه وتوصل في البطوله الافريقيه في دوري الابطال عادي، ما يبقاش تصنيفها كده. ما يصحش يبقى تصنيفها كده بصراحه.